اهلا وسهلا بكم في زابينج التاسعة مساء، واللي نبداو بالزميلة ريم اللي عوضت معز نهار الثلاثاء. ريم ودوب ما اعلنوا على تقديمها الحصة في الفيسبوك حتى جات ردود الفعل. لكن الجمهور اكتشف على المباشر انها عكس الصورة اللي على الفيسبوك، عقدتها شوي. انا زعلان زعلان ليه؟ والله زعلان زعلان ليه؟ نمر للسيد هشام الحامدي اللي على المستقل اعطى رايه فيما يخص الدستور بكل صراحة وبكل دقة. هذا الدستور وحشاكم وحاجة سمعين ولد حرام، مدام ما هوش متشرف بأمه حشاكم كعبول. اختصر لقيت رأي سياسي. هذا حكاية استعلاء عرقت راو. أنا تو فيلم ما فهمتش روحي فين. نخلو فقرة بالفيلم اللي يدور في القاعات هالأيامات واللي حطم كل الأرقام القياسية. Qui est devenu un esclave. L'esclave qui est devenu un gladiateur. Et j'en aurais fini. Alors il va tout de suite. والحمد لله النهاية متاع الفيلم كانت نهاية سعيدة. وقعت المصادقة على ختم هذا الدستور. أبو تكيّع أهل المجلس. بطل روحك يا سيد. هذا تلف السيمونج يا بطل. قولوا مين عادنا يا وجالة وهلا. وما نروحش